بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرفت اليوم حقيقة بزيارة معهد ابن عباس، وقد حقيقة سرني ما فيه ما رأيته من ما شاء الله حضور متميز للطلاب الدارسين، وكذلك حقيقة المباني الواسعة والمدرسين الأكفاء، حقيقة جزء كبير منهم خريجي الجامعة الإسلامية المباركة. وأنا الحقيقة أوصي إخواني وأوصي أولياء الأمور بالتعاون وتسجيل أبنائهم في هذه المدرسة، لأن هذه المدرسة الحقيقة تعتني بالقرآن الكريم. ولا شك أن إحضار الأبناء ومتابعتهم في وتدريسهم في هذه المعاقل المتميزة حقيقة هذا يعتبر إضافة كبيرة للأبناء. وأنا في الواقع أرى أحث أولياء الأمور على أن يعتنوا وعلى أن يراقبوا أبنائهم حتى ينتهوا من هذه الحقبة، لأن فترة الصغر، فترة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، هذه الفترة من الفترات المهمة في حياة النشئ، لا سيما وأن نظام المعهد ما شاء الله يمنعهم من الجوالات، وحقيقة عندهم ليس فقط تعليم بل تربية وتعليم. وأسأل جل وعلا أن يبارك في جهودهم وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، الله تعالى أعلم. صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لمتى سنظل رقودا نغرق في النوم ونشخر، وعن الآذان نسم ونغمض كي لا نبصر، دقت أجراس الخطر والحالة جاءت تنذر. Silakan Bapak Ibu semuanya yang menginginkan putra-putrinya hafidz Quran, faqih fiddin, disiapkan menjadi kader dakwah untuk bergabung dalam lembaga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas yang kita cinta ini.